هاي أنا زين. وصوت للوب دولة فلسطيني كونت كمية طحن كبار. رشة ملح ملعقة خنفير نعدل نضيف مي بالتجليش مي دافية بس تتباسك بديت خمس دقائق أخر شيء نضيف زيت زيتون تلتقى تلتاح نص ساعة ما نقطيها نجهز للحشوة تحت منكة ثلاث نص بصل مقطع مكعبات مثل هيك نفنن كل الكمية نضيفه بالثلاجة ملعقة السماق ملعقة ملح نضيف زي الزيتون نقلبهم يلا على الغاز يعني ندب البصل نضيف للزعتر سباك وهي بتجيب الطعم ملح زيتون قلب
تضل نحلكهم. راحوا على الزجاج وضيفوا للزعتر. هيك جاهزت، بتكون جاهزة. نجيب نقسمها. الباكساب. الكولهم نتركهم يرتاحوا عشان تكون منتج لفلات. ونحط لهم حشوة. نعمل مثل خطوات ماما. شايفين كيف؟ نتركها ترتاح. نفلت صينية الشوي. يلا على الفولة. شوفوا هالنتيجة. محمد من أمل. أكاسب الشيخ أطينا ماما. صحة وهلا. وصفتنا نطبق الكاسي الثاني. اختي زكي جلبوها. يلا باي. اشتركوا في القناة، لايك للفيديو.